كان يا مكان بقديم الزمان، وقع زيوس كبير آلهة جبل الأولمب بغرام الأميرة السورية أوروبا، لما لمحها صدفة هي وعم تلعب مع وصيفاتها على الجبل، وما كان قدام زيوس إلا الحيلة. زيوس حول حاله لتور لحتى يقنع أوروبا إنها تركب على ظهره، وهيك خطفها وتزوجها وجاب منها أولاد، تسمت بأسمائهم مدن كانت تحت حكمه، أما على اسم حبيبته الغالية فسمى قارة بحالها. بهي الأثناء قدموس أخو أوروبا انطلق برحلة على بلاد اليونان لحتى يلاقي أخته، وأثناء وجوده باليونان علم اليونانيين الأبجدية السورية، لهيك كانوا الإغريق يحبوا السوريين كتير ويقولوا عنهم أبناء علم ومعرفة.